مو تخبطون منها؟ لا سيد انا حاير بروحي. هذا غطيه. انت تحملون تكاليف علاج والده الشهيد بعد ايش تحتاج؟ اقول سلامتك. سلفه ترسي. تريدين سلفه؟ اي والله ساعدنا بيها. 10 و 5 سيد خوف السفر خوف شيء. مو تخبطون منها؟ لا سيد انا حاير بروحي. هذا غطيه. اذا يعني هسه قبض، اذا بطل احد او استقال احد نقبلكم. بس اذا ماكو نقبلك بالدوره الجايه. جاز قتري كفيك 60 يوم براتب كامل. اصلا عن شكل مجلس تحقيق هو حق الموضوع. هسه ايش قد تطلب انت؟ ايش قد كل يعني كل علاجك ايش قد؟ سيد انا علاجي مستمر، هو علاجي مستمر بس هاي الوصفات العديه. لا ابني انا عندي صلاحيه انطيك يعني استثناء، انطيك اصرف لك فلوس العلاج مالتك والعمليه، بعد ليش تن؟ ما عندي مشكله بس هذا خلص. اجازه 30 يوم براتب كامل. بعد وهم راح اعطيك بعد فلوس صندوق الشهداء. سلفة تريد 10؟ ايوه مليون دينار. بعد ايش تحتاج؟ قدم وتكاليف العملية 90 رخيص ومليونين و10 مليون. ربي يحفظك. ربي يحفظك. انت وين تداوم؟ بالناصر. وجالسك شلون؟ والله دوام يومنا. يومنا اجازة 60 يوم براتب تام. تركي نقدر نطلع اليوم؟ الصندوق تكاليف علاج اولادي. الله يرحمه. تدك مساعدة ونقلتك للشرطة المجتمعية. زين توكل. والنعم منك سيدي. حياك الله يبارك. من مديرية شرطة السفارات إلى قيادة شرطة صلاح الدين قسم تكريت. قسم شرطة تكريت. كتبت لك سلفة ومنحة وصندوق راح يشيل علاجك، تكاليف علاجك. اعطيتك مساعدة بعد. سيدي الصرف اللي في مال الضمان سيدي ما انطوني يا سيدي. بس راح اكتب لك صندوق الضمان. من تروح هناك الوصولات مال المستشفى كملها واختمها من السفارة وجيب لي اصرف لك اياها. ماشي؟ تطلب تكاليف علاجك. يلا 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 الفحص فدو. ممنون حبيبي. شكرا سيدي.